رجاء عايز لاعبين من مصر، مين بقى اللاعبين اللي عايزهم من مصر؟ تعال نشوف او نسمع من الدكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعبين. يا فندم مشرفني ومنورني. ربنا يخليك كابتن كريم، موفق دايما ان شاء الله. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله في نعمه. يا رب والله. دايما يا رب دايما. احنا سمعنا النهارده ان الرجاء المغربي حاطط عينه على لاعبين من مصر، مين اللاعبين اللي الرجاء المغربي هذا الفريق الكبير حاطط عينيه عليهم؟ هو في البدايه انا عايز احييك على الجزئيه اللي اتكلمت فيها على الامانه ونقل الاخبار او نقل الرسائل او افشاء الاسرار بين الوكيل والنادي ايا كان. هي دي مشكله يعني لابد ان تناقش وتناقش بقوه، لان السوق المصري دخل فيه ناس كتيره بره الفيلد، يعني مش في المجال وبداوا يشتغلوا في المجال، فمش عارفين قيمه الـ الامانه اللي هم شايلينها، سواء امانه اللاعب او امانه النادي. صحيح. فانا بحييك وبشد على ايدك في المنطقه دي. شكرا يا فندم. شكرا. ولازم المنطقه دي اتحاد الكوره ياخد فيها اجراء. الناس اللي بره المجال او الناس اللي ما عندهاش رخص او الناس اللي مش مقننه مفروض ما تشتغلش في المجال، عشان ده بيعمل لغط كبير. صحيح. دي في المنطقه الاولانيه. اتفضل يا فندم. المنطقه الثانيه، في يعني احنا زي ما حضرتك قلت عبر الزمن يمكن ما فيش لاعب مصري احترف في المغرب او في شمال افريقيا يمكن غير عمرو زكي في الرجاء، وكان له ظروفه في الوقت ده، كان في الفتره القليله وكان عمرو، وعلى ما اتذكر عمرو جمال كمان، عمرو جمال في الصفاقسي وعمرو مرعي كمان، وعمرو مرعي كان عمرو جمال على فكره، وعمرو جمال كان جاي له اولمبيك اسفي من 3 سنين على فكره عن طريق انا شخصيا في المغرب، بس دي ما كملش يعني. في الفتره الاخيره هي القصه بقى، هل الوكلاء في شمال افريقيا خلينا نقول ان هم شاطرين فبيقدروا يعرضوا لعيبتهم، احنا بقى عندنا القصه بالنسبه لنا بقى السوق المصري دلوقتي بيكسب اكتر من السوق في شمال افريقيا. انا عشان عندي شغل في شمال افريقيا فبدات اعرض لعيبه كتير، وكان عندنا محمد الشامي لاعب الاسماعيلي كان عنده اكتر من عرض في المغرب، وكان فيه اهتمام الرجاء قبل ما يجيبوا المدرب الالماني، وهو له خططه تانية يعني، وكان عنده برضه محمد الشامي كان عنده عرض من شبيبه القبائل الجزائري. فدي احنا بدأنا نخش السوق شوية على استحياء، ولكن بالمقارنة ما انت في عندهم برضو يعني الجزائر وتونس والمغرب عندهم فرق بتدفع. صح. يعني انت بالمقارنة بالراتب اللي بتدفع في مصر بالنسبة للمغرب، الفرق القمة عندهم بيدفعوا برضو بالنسبة للعيبة، مش هنقول الصف الأول زي ما حضرتك بتقول، ممكن يبقى الصف الثاني أو اللعيبة اللي بتلعب في أندية في المتوسط يعني. صح صح. فمحمد الشامي كان عنده عروض من الرجاء وعنده عروض كان من كان عنده اهتمام من الرجاء، وكان عنده اهتمام من بركان، نادي بركان، وكان عنده اهتمام من شبيبه القبائل الجزائريه. عظيم. وده عن طريق انا شخصيا. عظيم. مين تاني؟ كان سالني رئيس الرجاء في حوارات بيني وبينه عن فريق تحت 23 اللي كان بيلعب في الجزائر، المنتخب الاولمبي. وكان سأل على بالأرقام يعني، فهو سألني على رقمين فطلعوا إبراهيم عادل وأسامة فيصل. في الوقت ده هو قال لي طيب إذا ممكن نعمل معاهم إيه؟ قال لي أنا معروض عليا، وقال لي باللفظ يعني، هو قال له شخصيا أنا معروض عليا فخري لقاي بس مرتبه كبير، فممكن بيراميدز يساهم معانا في اطار بروتوكول احنا بنعمله مع بعض والكلام ده كله. وبعدين رجع سالني فقلت له ابراهيم عادل اعتقد ان بيراميدز يعني من الصعب ان يفرط فيه، فسالني على اسامه فيصل، واسامه فيصل طبعا هو معار من نادي الزمالك للبنك الاهلي. فكان لازم اراجع المسؤولين في الزمالك عن موقف اللاعب، يعني افادوا ان هو مازال على ذمه البنك الاهلي، فكان لازم نلجا للعيب نفسه عبر وسيط، لان انا ما عنديش علاقه مباشره باسامه فيصل. سالته ان كان عنده اهتمام بالرجاء المغربي وبما له من اسمه، كان وبيلعب بطوله العرب والكلام ده كله، فكان الرد بتاعه ان هو منتظر بعد الأولمبيات انه يعني حاطط عينه على اوروبا او بيفكر تفكير. وفي الحته دي انا دايما
بغض النظر بقى عن اللاعب في الزمالك او في اي نادي، بنقول دايما الانديه لازم تخلي بالها من لعيبتها، ولازم تخلي بالها من دماغ اللعيب نفسه رايح فين. وهل انت مقنن موقف اللعيب ده عشان لما يبدا يروح في حته تبقى انت مرتب امورك وعارف الثغرات القانونيه؟ احنا مش بنشكك ان ممكن اسامه يروح بره الزمالك او، لكن احنا بنقول للانديه المصريه كلها لازم أن تكون مقننه. هل يعني في لعيبه كتيره تبص تلاقي طالعين اعاراتهم مش مجددين، فتفاجئ انه بعد الاعاره مثلا فاضل له سنه او فاضل له سنتين، او انا ما اعرفش هل هو جدد مع الزمالك قبل ما يروح اعاره البنك الاهلي لمده سنتين موسمين من عدمه. دكتور سالم، انا اعرف برضو ان انت كنت بتعرض او بتقول اسماء ممكن يضمها نادي الزمالك الفتره اللي جايه. انا كنت بقول لسه منذ لحظات ان السوق عمال يقفل على نادي الزمالك، تحديدا السوق الخارجي، يعني انه كله بيستف ورقه وخلاص، موسم انتقالات بادئ من بدري في كل العالم، فالامور هتبقى صعبه لو الزمالك بدا من دلوقتي يتفاوض مع لاعبين هيكونوا اوريدي تعاقدوا مع انديه. هل الزمالك بصدد التعاقد مع لاعبين اجانب؟ هل في لاعبين اجانب او لاعبين عرب من ناحيتك قريبين من نادي الزمالك؟ هو في الفترة اللي فاتت خلينا نتكلم ان ميدو كان ماسك الملف، واعتقد ان ميدو كان بيدير الملف من وجهة نظر انا الشخصية كان بيديره صح وكان عامل فايلات كويسة. بس للأسف الشديد هو يعني تأخير نادي الزمالك في دخول السوق بسبب إيقاف القيد ضيع حاجات كتير، ضيع حاجات كتيرة من وجهة نظر انا شايف انها كانت مفيدة. يعني مش عايز اقول ان انا عارف الزمالك كان بيتفاوض مع مين، لكن يعني كان في لعيبه تقيله جدا انا اعرف ان كان الزمالك دخل فيها، وتاخير حسم الصفقات بسبب الازمه الماليه او بسبب البلوك اللي معمول على نادي الزمالك في السيستم العالمي ضيع حاجات كتيره، ولذلك اعتقد ان هم بيعملوا ابديت. يعني في الفتره الاولانيه كان الزمالك بيشتغل من وجهه نظري على سيرد باك وديفندر وفيرود، في الفترة القليلة أنا حاسس إن هما بيشتغلوا على سيرد باك ووينجر مش فيرود. يعني وجهة نظري الزمالك مش هيجيب مهاجم. اللي أنا معلوماتي بتقول إن هما في الوقت الحالي مركزين، لأن خلينا نقول يا كابتن كريم يمكن حضرتك قلت في المقدمة إن أنت اللعيبة الكلاس 1 بتشتغل في شهر من 5 وانت طالع، ان لم يكن من يناير، خاصه اللعيبه اللي بتبقى فري ومعروف ان عقدهم بيخلص فبيبدا يتعاقد. يعني بنشوف الرجاء والوداد واشتغلوا شغل كبير في الفتره اللي فاتت، وكان في لعيب يمكن كان مطروح شويه على الزمالك راح الوداد اللي هو زكريا جراو، وده من الديفندرات الجامدين قوي اللي راح برضه انتقال حر. بنشوف يعني في وينجر انا حاسس انه هيكون في السوق المصري قريب. مين بقى؟ واسمع ركز في الاسم ده شويه. سيف الدين بوهيرا، لو فاكر حضرتك مباراه الاهلي مع الوداد المغربي اللي جاب فيهم جون هنا في مصر، اللي جاب جون في الاهلي في مصر، سيف الدين بوهيرا ده على فكره ده كان وهو عنده 18 سنه كان جاي له بايرن ميونخ. الله. ده خريج اكاديميه محمد الخامس ومن اللعيبه الونجات الجامدين قوي في المغرب. ده معروض يمكن ده معروض على الزمالك. خلينا اقول لك ان في علاقه قويه جدا بين شباب المحمديه والوداد، ودايما شباب المحمديه بيدي لعيبه للوداد. اللاعب كان معار للوداد، السنه دي الشباب المحمدية رفض يبيعه، وده سابقة من وجهة نظري غريبة شوية ان شباب المحمدية ياخد لعيب ما يخليهوش يكمل مع الوداد برغم حاجة الوداد ليه. معنى ان اللاعب ما كملش مع الوداد معناها، وانا عارف الوكيل بتاعه، معناها ان هو جاي السوق المصري، وجاي السوق المصري جاي يعني فريق قمة. اعتقد سيف الدين بوهيرا من اللعيبة الثقيلة ولسه صغير حوالي 23 سنة. احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا يعني في الزمالك او بيراميدز صح؟ انا ما خليني ما احسمش القصة دي لان انا مش معاك المعلومة. وكيل اللاعب لا مش وكيل اللاعب، بس انا بتكلم عن معلومات يعني انا بثق فيها كويس جدا من السوق المغربي، خاصة انا في السوق المغربي. طب دكتور سالم بما انك موجود في السوق المغربي، ايه رأيك في صفقة رضا سليم للنادي الاهلي؟ لا رضا سليم لعيب كبير ولعيب تقيل جدا، يعني لعيب كويس جدا جدا يعني،
من لاعبي المصنفين في الدوري المغربي، واخد بال حضرتك، من المعدودين في الدوري المغربي. وعلى فكره هو يعني لولا المزايدات اللي حصلت كان ممكن يطلع باقل من كده بكتير. يعني انا متوقع ان الجيش الملكي ما كانش يتوقع انه يبيع اللاعب فوق المليون، عشان تبقى حضرتك عارف، لكن هو دايما هو بايعه ب 2 مليون 100 للنادي الاهلي. ما انا بقول لحضرتك هو لولا المزايدات اللي حصلت اللعيب ما يعديش المليون. لكن خلي بالك المليون في المغرب فلوس، يعني يعني هتلاقي فلوس كتير. يعني انا عندي لعيبه بتلعب في المغرب ب 30,000 دولار في السنه. واخد بال حضرتك؟ قد يكون في اهتمام، يعني في صفقه ممكن تبقى واو في الدوري المصري. يعني عينينا شويه نشوف تحركات ان شاء الله. رمضان صبحي هيبقى في صفقه في رمضان صبحي في الايام الجايه. لا ثواني فهمني، رمضان صبحي ايه؟ يطلع من بره مصر يعني؟ لا جوه مصر. يعني يروح الزمالك؟ هيروح فين؟ قد يكون. يعني هو ده اللي انت عايزه، يعني هو هي دي قد يكون قد يكون هي دي الرساله، هي دي الرساله اللي من جوه انت عايزه. الزمالك صح؟ قد يكون قد يكون. لا طب خلينا نتكلم بتفصيل اهم. الزمالك وحد تاني ولا الزمالك بس من الناس المهتمه برمضان صبحي؟ ما هو انت يعني هيروح بيراميدز، ما هو بيراميدز. هيروح الاهلي، ما هو ماشي من الاهلي. يعني في حاجات بين السطور يا كابتن كريم انت. بس في انديه جديده في مصر، وفي كلام في اوروبا كمان. يعني سمعنا ان رمضان ممكن يجي له حاجه في اوروبا كمان. يعني وارد، بس يعني احنا لو جينا على فيوتشر بيبيع، مش لو جينا على زد قصه تانية. يعني خلاص دكتور سالم، خلاص انت بتقول لي الزمالك، خلاص معرفه. انا ما قلتش، انا ما قلتش. لا انا اللي بفسر، انا اللي بفسر. اتفضل. انا اللي يعني دلوقتي استبعدت فيصل، واستبعدت الاهلي، واستبعدت زد، وبتقول لي ان هو هيلعب في مصر، ممكن يتحرك في مصر. يبقى الزمالك يعني. فاضل حاجه تاني؟ وارد يا خلاص وصلت يعني. دكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعبين، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات والمعلومات الرائعه جدا. بشكرك شكرا جزيلا. طيب